السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنكمل السكشن التاني الخاص بال3 دي. طبعا نزل لكم سكاشن 2 دي كتير، ففي ناس دلوقتي قدامها اوبشن ان هي تعمل 2 دي، وفي ناس هتعمل العاب 3 دي، وفي ناس برضو تعمل الاتنين عادي، لان اللعبة ديت عليها درجات كتير. طيب تعالوا كده نكمل اللي احنا كنا اخدناه المرة اللي فاتت. احنا اتعلمنا ازاي تتعامل مع ال 3D، ازاي تحط اوبجكت، ازاي تتاكسس الكاميرا عليه، ازاي تغير الكاميرا، ازاي تديله شوية خصائص كده بحيث ان هو يتأثر بالفيزياء، بالجاذبية، بالدنيا دي كلها. تعالى كده نشوف اي فكرة لعبة النهاردة ونحاول نكود بالسي شارب معاها ونشوف كده الدنيا فيها ايه. طيب تعالوا كده مثلا احنا ممكن نعمل لعبة مثلا طريق عربيات، ممكن نعمل شطرنج، ممكن نعمل بلياردو، اي حاجة انت عاوزها بس باستخدام ال 3D. طيب زي ما احنا اتفقنا كده عشان نعمل اوبجكت هنا من المرة اللي فاتت، كنت انت بتيجي هنا وتعمل كرييت 3D اوبجكت وليكن كيوب. بفكرك تاني بالتولز اللي فوق ديت، دي عشان بس تتحرك، دي كده بيعمل اللي هي الموف، حرك ده كده ده كده وهكذا يعني، وفي الروتيشن وهكذا. ممكن تظبطهم من هنا يعني، انا اصلا ممكن اخلي هنا السكيل مثلا 10، او خليها كام، 15 مثلا، او خليها 20، والزد كام، 20، تمام. دي وليكن الجزء اللي هو الأرضية بتاعتي، وليكن احنا عاوزين نعمل شطرنج. طيب ده الأوبجكت بتاع اللي هو الكيوب اهو. في عندنا الكاميرا، قلت لك الكاميرا حاجة مهمة جدا، وقلت لك برضو الكاميرا دي الجيم ده انت ممكن تثبته تحت كده او تحطه فوق عادي بقى انت براحتك. دي وليكن هتبقى الكاميرا بتاعتنا يعني. طيب احنا عاوزين بقى ايه، عاوزين وليكن نعمل اوبجكت نحركه كده، فاحنا نعمل كمان ناخد اوبجكت، شوف مثلا ممكن نعمل سفير ونسميه مثلا ايه، بلاير، تمام. طيب عاوزين نظهره كده، بلاير ده فوق، طبعا هو مش باين عشان اللون بتاعه. طيب احنا لو عاوزين نغير اللون بقى، ان احنا بنعمل ايه، تمام. كنت انت بتيجي هنا بتضغط كلمة كرييت، بتكريت ماتيريال. الماتيريال دي تقدر تستخدمها في اي مكان، فانت انا ممكن تدي اللون اللي انت عاوزه، وليكن احمر مثلا، اي حاجة. وبعد ما تاخد الماتيريال دي، ثمانين، هترمي على مين؟ على الأوبجكت ده، ثانية نطلعه فوق شوية، نرمي على الأوبجكت ده كده. يبقى احنا دلوقتي عندنا أوبجكت، وليكن ده الأوبجكت بتاعي. ممكن برضو تديله سكيل، تمام. وليكن ده الشخص او البلاير اللي انا هتحرك بيه في اللعبة. احنا عاوزين لعبة كده ان الشخص ده يفضل يتحرك، والله بقى ده ممكن يكون جزء من شطرنج وهكذا. طيب احنا دلوقتي ممكن تقول لي برضو احنا ممكن نكريت ماتيريال دي. طيب في حاجة كويسة جدا انت ممكن تعملها، انت ممكن تنزل صورة اللعبة اللي انت عاوزها وتحط هنا وتعملها في ماتيريال. يعني بكل بساطة مثلا انا منزل دولت من على النت، ممكن تسحب الشطرنج ده كده وتحطه هنا، ممكن تسحب حوار الطريق ده وتحطه هنا، تبع بدماغك انت. شوف ممكن تعمل بتاعت اللي هي البلياردو، ممكن نعمل البنج براحتك يعني. طيب انت هنا ممكن نعمل كريت ماتيريال تانية. الماتيريال دي وليكن دي خاصة بالأرضية اللي ايه اللي عندي. طيب الماتيريال دي لو انت ضغطت عليها في ده، انت ممكن تختار من الصور اصلا اللي عندك هنا. يعني انا لو انا جيت هنا اخترت
اخترت دي كده ورميتها هنا، خلاص بقت ديت ايه، بقت ديت شطرنج. طيب احنا ممكن نعمل برضو دي بدل دي، ممكن تجيب دي. فانت الاوبجكت ده كده بقى المفروض ان هو يبقى في نص الطريق، ويبقى مثلا في اكتر من حاجز هنا ويعدي، تمام. وليكن احنا ممكن نعمل حوار الحواجز دي، بس احنا هنا ممكن نعمل ايه مثلا، نخليها 30 ونرجع دي ورا كده، الت عشان تحرك اهو. نضغط على البلاير بتاعنا، نرجعه تاني ورا، تضغط الت عشان تلف. ده كده البلاير بتاعنا اهو، تمام. طيب احنا ممكن برضو نعمل ايه، نحط له شوية عوائق كده، يعني انت مثلا تكاريت تاني برضو ايه، ايه تاني كيوب مثلا كمان، مثلا كده وايه، وتعالى كده مثلا نعمل له ماتيريال. انت ماتيريال برضو انت ممكن تحملها من على النت، انت ممكن تكتب ايه اي حاجة، مثلا صور لعبة ولا صور مثلا اسمها ايه، ممكن مثلا تويتش مثلا اي حاجة. انت ممكن تقص حاجات من دي وهو يعملها، احنا ممكن نسيب دي كده. ممكن نعمل لها edit وليكن احنا عاوزين ده، تمام. نسحب الصورة دي كده نحطها تحت، دي الماتيريال بتاعتي الجديدة. ممكن انت تختار الصورة ده، بس هي طبعا مش هتبقى باينة، عاوزين لون أبيض. مش هتبقى باينة قوي بس ما علينا. ممكن كام، 4 حاجة زي دي كده. طبعا الراجل ده احنا عاوزين نعمله ماتيريال، ممكن ننسخ ده في أكتر من مكان. كنترول سي طبعا، كنترول في وهكذا. طيب احنا عاوزين نعمل ايه بقى؟ طبعا الجيم بتاعنا احنا لسه مش عارفين الكاميرا فين نظبطها. الراجل ده عاوزينه يمشي كده، ولو لقى عائق زي ده مثلا ممكن ينط من فوقه مثلا ايه، احنا ده ممكن نكبر السكيل بتاعه شوية كده، نجيبه كده فهو هيعدي من كده، والمفروض ينط ده لحد النهاية. طيب الكلام ده بقى يتم ازاي بالبرمجة؟ بس أول حاجة عاوزين نظبط الكاميرا بتاعتنا. طبعا الكاميرا بتاعتنا انت لو جبت الجيم ده في جنب كده، دي وش الكاميرا بتاعتي، احنا مش شايفين منها حاجة، فاحنا لازم نرجع عند مين، عند الاوبجكت. طب هي الكاميرا وشها كده،
احنا عاوزين نلفها، فاحنا ممكن نعمل ايه بقى؟ روتيشن كده. تمام، حركها كده، طلعها ونعمل روتيشن لفوق كده. تمام كده احنا مظبطينها اهو. طب انا لو عاوز الكاميرا دي تفضل ماشية ورا اللاعب، يعني هي لما اللاعب يتحرك الكاميرا تبقى وراه، انت ممكن تسحب الكاميرا دي وتحطها عند البلاير كده. انت بص فكده خلاص، هي الكاميرا بقت مع مين؟ مع البلاير، عشان لو اتحرك ايه. طيب كنا احنا خدنا برضو خاصية المرة اللي فاتت اللي هي الكريد، يعني انت هنا الاوبجكت ده لو فوق وشغلت حاجة دلوقتي مش هيشتغل. ده يعتبر سريعا كان ملخص السيكشن بتاع المرة اللي فاتت. فانت هنا كنت انت بتيجي هنا تعمل اد كومبوننت وتروح للفيزيكس تضيف منها حاجة اسمها الايه، الريجيد بودي. تمام، فانت هو كده زي الفل. حد ملاحظ حاجة بقى؟ بص كده ثانية، تمام هو كده اشتغل. احنا كده ضفنا له الريجيد بادي اهو، فهو كده بيتأثر بالفيزيو. لو انت لاحظت هتلاقي ان الكاميرا بتنزل معاه. بص ليه؟ لان الكاميرا احنا ممسكينها للبلاير. طيب يا باشمهندس بقى احنا ازاي هنتحرك بالدنيا دي كلها؟ بص يا سيدي، هنيجي هنا عشان هنكتب كود سي شارب، بس الكلام ده انت عشان تبقى عارفه لو انت عملت اديت بروجكت سينس رحت للانبوت دي. الاكس دي خلي بالك من الاسماء دي عشان هتعامل معاها. لو انت عاوز تمشي هوريزنتال ممكن تمشي الاي، والاي ده اللي هو الليفت والدي اللي هي الرايت. تمام، عشان تتعامل مع الهوريزنتال ده لازم تكتبه بالاسم ده في السي شارب. طيب الفيرتيكال نفس الوضع. تمام، وهنشوف احنا الجامب ديت عشان تنط انت هتنط هنط ازاي. فاحنا هنا هنروح نعمل ايه؟ هنروح نضغط كليك يمين ونعمل كرييت لمين بقى؟ نعمل هنا كرييت لسي شارب سكريبت. طب ركز بقى معايا في الحته ديت عشان بيظهر مشكله. في ناس لما تيجي تفتح ده وبيفتح لها الفيجوال ستوديو، هتلاقي ان الاختصارات دي كلها مش مكتوبه، يعني هو هنا كاتبها لي اهو مكمل، مش هتلاقي الكلام ده عندك وهتتخنق عشان انت هو مش بيكتب الكلام ده كله. فعشان لو انت لقيت دي مش باللون الازرق وما لقيتش السوليوشن ده عندك كامل، انت ممكن حضرتك تعمل ايه؟ تيجي عند اليونيتي ده وتيجي عند الايديت لاب ريفرنس ديت، هتلاقي ان الفيجوال ستوديو هنا انا مختار هنا التولز بتاعتي فيجوال ستوديو، فانت مش هتكون مختارها. فانت اختار الفيجوال ستوديو 19، هتبص هتلاقي ان هو لما بيفتح لك الفيجوال ستوديو الدنيا دي بتكون ايه موجوده. طيب مبدئيا احنا مستخدمين نيم سبيس اسمها يونيتي انجن، دي اللي فيها الكلاسز اللي انا ممكن استخدمها. تمام، احنا بنورث من كلاس اسمها مونو بيهيفير، ودي اللي فيها كل السكريبت اللي احنا ممكن نقدر نعمله. تمام، طيب احنا بقى دلوقتي مطلوب مننا نعمل ايه؟ مطلوب مننا ان انا اعمل كود او سكريبت يحرك لي الاوبجكت ده يمين وشمال وهكذا. طيب والكود التاني اللي في سيكشن النهارده ان هو ينط من فوق الدنيا اللي هي قدامه دي كلها.
تعالى كده نفتح الفيجوال ستوديو وتعال نشوف احنا هنكتب ايه. اول حاجة احنا عاوزين نعرف له variable، وليكن هنخليه public float، اللي هو السبيد، السرعة اللي هيمشي بيها، والسبيد دي انت بتديله الانيشال فاليو من هناك بالبرنامج. طيب بعد كده في عندنا هنعمل برضو public float jump. jump ديت ايه؟ هنشوف هي هتعمل ايه كمان شوية عشان لما اضغط له سبيس يعني. يعني بص يا سيدي، احنا كده كده الاوبجكت ده كله الفيزياء كلها اللي متطبقة عليه اللي هي الريجيد بودي دي، صح؟ فتعالى كده نشوف الريجيد بودي دي بتعمل ايه. فهو هنعمل هناخد من الريجيد بودي دي كلاس اهي. كلاس ديت مسؤولة ان هي بتتحكم بالاوبجكت اللي ماشي قدامنا. تقول لي يعني انا يا باشمهندس الريجيد بودي دي هتاخد منها وليكن اوبجكت اسمه ريجيد، وانا اعرفه كمان شوية، تمام؟ طيب احنا شغالين 2D ولا 3D؟ تقول لي 3D. فاحنا هنعمل اوبجكت من كلاس اسمها فيكتور. في عندك فيكتور دي بتكريت لك فيكتور دي احنا عاوزين فيكتور ايه 3 دي. هتكريت لك فيكتور ايه 3 دي، وليكن هسميه ايه ده الدايركشن بتاعي. تعالى بقى نشوف هنعمل ايه. ستارت ديت هي المسؤولة ان هي تشغل البرنامج. طيب ابديت ديت تعالى نشوف احنا ممكن نكتب فيها ايه. فانت هنا اول حاجة احنا هنتعامل مع فيكتور 3 دي اهو اسمه دايركشن. فدايركشن ده تعالى ناخد الاوبجكت الاول تقول له، وكان اسمه دايركشن هناخد اوبجكت من مين بقى؟ من فيكتور. طيب فيكتور ده اللي هو الكلاس المسؤول ان هو يتحكم بمين؟ بالاوبجكت اللي عندي. طيب لو انت رجعت من شويه كده لما انا جيت قلت لك فايل اديت بروجكت سيتنجز، الاكس دي قلت لك احنا هنتعامل معاها، الاكس دي كانت جوه انبوت، تمام؟ فانا جوه الفيكتور دي اديله البارامتر بتاعه والله اقول له ام انبوت دوت جيت اكسس ده. طيب جيت اكسس انت عاوز تاكسس منها مين؟ اديله الهوريزنتال. طيب هل الزد احنا عاوزينها في حاجه؟ لا، فهنخليها بزيرو. قصدي اللي هي الاحداث التانية نخليه بزيرو. طيب الفيرتيكال بقى نروح هنا للفيرتيكال، هو اسمه هنا ايه؟ فيرتيكال، فنتعامل معاه. طيب فاحنا نرجع تاني هنا، اول حاجه هقول له انبوت اللي انت فتحتها دي دوت، هتلاقي هنا جيت ايه؟ جيت اكسس. طيب جيت اكسس دي لازم تديله الاسم اللي هناك اللي هو مين بقى يا جماعه؟ الهوريزنتال. ده النيم بتاعه كان هوريزنتال اهو، هتاخد هوريزنتال ده كده اول انبوت عندي. طيب التاني الواي هنخليه بزيرو، احنا مش عاوزينه باي حاجه لان هو احنا هنتحرك يا يمين يا شمال. طيب فاضل لي مين بقى؟ فاضل لي الفيرتيكال. هتقول لي برضو هو ممكن احنا نجيبها من انبوت دوت ايه بقى؟ جيت اكسس. طيب جيت اكسس مين؟ النيم اللي كان هناك مين؟ النيم اللي هناك فيرتيكال. فيرتيكال تاخدها كده تكتبها هنا اهو، تمام. طيب انت كده احنا عملنا الفيكتور بتاعنا اللي هو الدايركشن. طيب في ميثود كده اسمها فيكسد، فيكسد ابديت، اللي هو من خلالها انت بتشوف الاوبجكت بتاعك هيمشي ولا هيحصل له ايه. فهي ديت اللي بتظبط الفريمز اللي بتمشي مع الاوبجكت يعني. فاحنا نستدعي فيكسد ابديت دي. طيب ديت هنعمل ايه بقى؟ طيب احنا دلوقتي بنتعامل مع الريجيد بودي. الريجيد بودي اللي هي الخصائص بتاعت الاوبجكت اللي قدامنا، احنا واخدين اوبجكت اسمه ريجيد، صح؟ طيب فاحنا هننادي على ريجيد ده، هقول له دوت احنا عاوزين نحركه، صح؟ هقول له موف بوزيشن. طيب موف بوزيشن بقى هيتحرك منين لفين؟ اول حاجة هتقول له ترانسفورم دوت بوزيشن، يعني انت اتحرك من المكان اللي انت فيه، بلس مين بقى؟ الدايركشن
بتاع الهوريزنتال ده، لما انت تضغط على الدي يتحرك يمين، لما الاي يضغط شمال، فانا هنادي على الدايركشن اللي فوق اهو. طيب الدايركشن ده عشان يتحرك لازم تضربه في السبيد ده متغير فوق، تقول لي ازاي ما اداش قيمة، القيمة ده تاخدها من البرنامج دلوقتي في الوقت بقى. ففي عندك تايم دوت، في عندك تايم ودلتا تايم وفيكسد تايم. الدلتا تايم ديت هي اللي بيظبط الدنيا دي، لان هو البرنامج ده عشان يرن هيختلف من كمبيوتر للتاني، فيظبط لك الدنيا ديت. بعد كده تعمل كنترول اس، احنا كده خلاص سيفنا، وتعالى كده نشوف الدنيا ديت فيها ايه. لو احنا كده عملنا ستارت، هو طبعا ما بيتحركش، يبقى السكريبت مش متعرف. احنا هنروح ناخد الاوبجكت ده كده، مفيش هنا سكريبت، فانت هتسحب بس السكريبت ده تحطه هنا. بص السكريبت انت مش هيشتغل الا لما تديله السبيد بتاعته، يعني انت مثلا السبيد بتاعته خليتها 5، تمام. الجامب احنا لسه ما عملناهاش، بس خليها 5 عادي بقى. طيب هنطبق الكلام ده كله على مين؟ على البلاير ده. بص يا سيدي تعال نشوف كده، بص بيتحرك ازاي والكاميرا ماشية معاه. فاحنا ممكن بقى نعمل ماكسمايز كده، فانت ايه، انت هتتحرك طبعا، وبتحرك بطيء، انت اللي بتظبط الدنيا دي كلها يعني. بس انت خدت بالك ايه اللي حصل؟ قاعد يتحرك كتير صح؟ طيب احنا عشان نحل دي بقى، عشان ما يفضلش يعمل كده، هتمنع عنه بس ال ثانية واحدة. كده ثانية، طيب ماشي، هو بيتحرك. ماشي طيب احنا عاوزين كده دلوقتي فين؟ احنا فاضل لنا ان احنا ننطط صح؟ تعالى بقى نعمل كود اللي هو يتنطط. فانت هنا برضو في الايديت، في البروجكت سيتنجز اللي عندك، في عندك برضو جامب هنا، بقول لك جامب، وانت لما بتضغط سبيس هتتنطط. طيب دي هنعملها في الكود ازاي؟ احنا طبعا احنا كل شغلنا في مين؟ في الابديت دي. طيب فانت في الابديت ديت انت كان عندك الدايركشن ده، الدايركشن ده اللي هو هتاكسس لما هوريزنتال هيروح يستدعي بقى اللي هي الايه، الدي والاي والكلام ده كله. طيب انا هقول له هنا، هقول له اف انبوت، طبعا كل الكلام ده كان في انبوت صح؟ الكلام ده كله كان في انبوت. هقول له انبوت دوت جيت باتون داون، يعني انت لو انت انا ايه ضغطت على اي حاجة زي مين بقى، زي اللي هي الجامب دي، طيب ايه اللي هيحصل؟ بس الكوز ده كده الريجت بتاعي ده هيتسبب ان انت بتعمل له اد فورس، يعني بتدي له قوة للفيكتور 3.up، يعني هو هيرفع الفيكتور ده لفوق. طيب في مقدار مين بقى؟ المتغير اللي فوق اللي اسمه جامب ده، اللي انت برضه هتديهوله من البرنامج، وده هيؤدي الى ايه بقى؟ في عندك حاجة اسمها فورس مود دوت فورست تشينج، السرعة بتاعته هتتغير. لو احنا عملنا كنترول اس كده، ادي الجامب اهو، بصوا بينط تمام، طبعا هو وقع
طبعا انت ممكن تزود له الايه السرعة شوية. طبعا انت لما بتضغط على اكتر من المسطرة بي ايه بيعمل، فانت ممكن تعمل لعبة عربيات وحواجز والدنيا دي كلها، تمام، وهكذا. ممكن تعمل حوار الشطرنج ده، يعني تخلي ديت بدل ما هي طريقة تخليها ايه شطرنج وهكذا يعني، تمام. وديت السبيد ممكن تخليها 15، فانت يعني هتلاقي، بص هتلاقي ثانية مسمعتش، لازم نوقف 15 بس. فالسرعة هنا ايه، ممكن برضو تزود الجامب هنا براحتك انت بقى، تمام. بس ده كان سيكشن كده، انت ممكن تستنتج منه اي حاجة، ممكن تطبقها على اكتر من لعبة. المرة الجاية بقى ممكن اديلك الاكشن بتاع الخبطة، ان هو يرد وراه والكلام ده كله، بحيث انك انت تقدر تعمل اي لعبة. يعني ممكن واحد يسلم حاجة بسيطة زي دي مع 2D فياخد البونص كامل يعني، ان شاء الله. تمام، وبالتوفيق بقى ان شاء الله.